السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام أهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية مع المستر سيد. إن شاء الله النهاردة بنشرح لطلاب الصف الأول المتوسط. بنكمل يا شباب يونت 6 الوحدة السادسة، بناخد جزء الجرامر القاعدة. الكلام ده شباب هناخد إن شاء الله صفحة 50 51 52 50 51 52. طيب الجرامر النهاردة بتكلم سهل إن شاء الله، مرة بسيط وسهل جدا والدرس بسيط، بس نركز تركيز يعني بسيط هتحل معايا وتبقى زي الفل إن شاء الله. نبدأ كده، بقول لي there is و there are، عاوز أستخدم there is و there are. there is معناها يوجد و there are يوجد. الفرق ما بينهم إن there is للمفرد أستخدم على شيء مفرد أشير عليه، there is يوجد كذا، و there are للأشياء الجمع. سهلة جدا. نبدأ كده بالسنجلر، وعندي هنا البلورال، بلورال يعني الجمع، وسنجلر الايه المفرد. طيب نبدا بالمفرد there is. في الجمله الافيرماتيف، افيرماتيف اللي هي المثبته، هنقول there is، او الصيغه المختصره there is apostrophe s بدل كلمه is. ومثال عليه there is a table in the kitchen، there is a table in the kitchen، في منضده، في طاوله، في طاوله فين؟ في الكيتشن، في المطبخ. جمله سهله. يبقى الجملة الأفيرماتيف المثبتة there is. الجملة نيجاتيف النفي المنفية بدل is هتكون isn't، there isn't، there isn't لا يوجد، مفيش. there isn't a bathroom downstairs، there isn't a bathroom downstairs، لا يوجد bathroom حمام downstairs أسفل في الدور الأسفل. طيب ده بالنسبة للإيه؟ ده بالنسبة للنيجاتيف. طيب نشوف كده البلورال there are، there are، there are قلنا يوجد للجمع البلورال، قال لي there are four people، يوجد أربعة من الناس، أربع أشخاص، at the table على الإيه، على الطاولة، على الترابيزة. there are four people at the table، يوجد أربعة من الناس على التيبل. طبعا بعد زر استخدمت كلمة four people، four people أربعة أشخاص، فطبعا كلمة جمع. طيب النيجاتيف النفي بقى، بدل ما نقول there are هتبقى there aren't، there aren't، there aren't trees in front of the house، there aren't trees لا يوجد أشجار in front of في مقدمة الايه الهاوس. ده بالنسبة للنفي. يبقى أنا عندي زي ما احنا قلنا شباب المفرد there is والجمع there are، النفي ال there is بتكون there isn't، ونفي there are there aren't. طيب نشوف questions بقى الأسئلة. طبعا في questions في الأسئلة بدل ما بنقول there is هعكس، هبدأ بال is قبل there، هتبقى is there، is there a table in the kitchen، نفس الكلام is there a table in the kitchen، ومع الجمع بدل ما نقول there are هنبدأ بال are قبل ال there، هتبقى are there، are there flowers on the table، are there flowers on the table. طيب نشوف السؤال تاني، is there a table in the kitchen؟ ده طبعا سؤال هجاوب عليه ب yes أو no. في حالة ال yes هعكس برضه، هقول له yes there is، yes there is، و no no there isn't، no there isn't. طيب بالنسبة للسؤال اللي ب are there، are there flowers on the table، are there flowers on the table، هنقول له yes، واعكس نفس الكلام اقول له yes there are، yes there are او no there aren't. طبعا هي قاعدة سهلة مرة خالص. نشوف الجزء اللي بعديها. propositions حروف الجر، in و in front of، behind، on، under. in معناها في، داخل الشيء. لما اقول هنا the mouse is in the box، the mouse is in the box، الماوس الفار داخل الايه البوكس الصندوق. طيب بالنسبه لان فرونت اوف، ان فرونت اوف يعني امام. لو بصيت في البيكتشر تو عندي هنا الماوس هنا فين؟ ان فرونت اوف، امام، امام الكات. the mouse is in front of the cat، يعني الماوس in front of يعني امام الكات، لكن الكات فين؟ behind، behind يعني خلف او وراء. the cat is behind the mouse، the cat is behind the mouse. نشوف برضو عندنا on فوق وأندر تحت، on فوق وأندر تحت. the cat is on the balcony، the cat is on the balcony، الكات on على البالكوني، لكن the mouse is under the balcony، الماوس under يعني تحت الايه البالكوني. ننتقل إلى الأسئلة. بيقول لي exercise complete the conversation، كمل المحادثة، use there is أو there are. there is للمفرد قلنا، و there are للجمع، there is معناها يوجد و there are معناها يوجد. طيب there isn't لا يوجد برضو مفرد بس منفي، و there aren't لا يوجد. شوف كده مع بعض وهنبص معانا البيكتشر. this room is great، a nice bed، طبعا في عندنا nice bed، فهنقول there is a nice bed، there is a nice bed عشان مفرد. طب question is there a sofa،
قال لي نو، طالما قال لي نو فهقول له نو ذير ازنت، حنفي بقى نو ذير ازنت بات ها تشيرز، كاتب لي كلمة تشيرز جمع فهقول له ذير ار، عشان جمع نقول له ذير ار تشيرز. از ذير ا باث روم، هل يوجد حمام؟ اقول له يس yes. طبعا بيسألني على الباث روم از ذير، فاقول له يس ذير از، وعكس اقول له يس ذير از. اتس اب ستيرز، از ذير ا تي في، هل يوجد تي في؟ نو طبعا، فهنعكس برضه نقول له نو ذير ازنت، هعكس الاز ذير تبقى نو ذير وبعدين ازنت، نو ذير ازنت. ذيس از ا روم فور ا ستودنت، هذه غرفه لطالب. ننتقل للجزئيه التاليه، اكسرسايز سي، بيقول لي كومبير اليز اند ادلز ابارتمنتس، قارن بين شقه علي وعادل. اوكي، شير يور سنتنس وذ ابارتمنت، طبعا عندنا اول حاجه ادلز ابارتمنت، ادلز ابارتمنت شقه ايه؟ عادل. وهنا اليز ابارتمنت شقه علي، بيقول لي هنا ادلز ابارتمنت شقه علي هاز تو باث رومز، في شقه علي اليز ادل ادل علي عادل، ادلز ابارتمنت هاز تو باث رومز، ادلز ابارتمنت فيها تو باث رومز، ادي باث روم وادي باث روم، تو باث روم. لكن اليز ابارتمنت هاز وان باث روم، في اليز ابارتمنت فيها اونلي وان باث روم، حمام واحد فقط. ذير از ا ليفنج روم ان ادلز ابارتمنت، ذير از، يوجد ا ليفنج روم، حجره معيشه، ان ادلز ابارتمنت، في شقه عادل في عندنا ليفنج روم. طيب ذير از ا ليفنج روم ان اليز ابارتمنت تو، وايضا يوجد ليفنج روم في في اليز ابارتمنت. دي طبعا مقارنه سريعه ما بين ادلز ابارتمنت شقه عادل واليز ابارتمنت شقه علي. ننتقل للجزئيه التاليه، هناخد بقى الكونفرسيشن، كونفرسيشن قطعه الايه المحادثه، نشوف كده مع بعض. طبعا في عندنا روم، نشوف كده التو ستودنتس جون وتوم. جون بيقول واتس يور هوم لايك، واتس يور هوم لايك، واتس يور هوم لايك، يعني منزلك شكله كيف او بيتك عامل ازاي، وصف لي. توم قال له ات ازنت بيج، It isn't big، ليس كبير. There are only two bedrooms. There are only two bedrooms. يوجد فقط اثنين bedrooms، حجرتين نوم. One for my parents. One for my parents. واحدة للوالدين. And one for my brother and me. And one for my brother and me. واحدة لي أنا وأخي. John. And what's your favorite room? And what's your favorite room? ماذا عن حجرتك المفضلة؟ غرفتك المفضلة إيش؟ Tom. The bedroom. The bedroom. الغرفة المفضلة عندي the bedroom. It has my computer، فيها my computer. How about you، وانت بالنسبة لك وماذا عنك؟ John، my favorite room is the living room، my favorite room is the living room. فتوم بيقول له why، يعني لماذا. فطبعا احنا هو طبعا المفروض هيرد عليه، بنختار اجابة من هنا. هل هو هيقول because it has a huge high definition TV، because it has a huge definition TV، لان فيها تلفزيون عالي الجودة، ولا number two because there is a nice view، because there is a nice view، ولا عشان فيها nice view يعني منظر طبيعي جميل، ولا because there is a great sound system، because there is a great sound system، ولا فيها sound system، نظام صوت كبير وعالي. طيب احنا كده قرأنا الجزء الconversation، نشوف الأسئلة عليها. بيقول لي how many bedrooms are there in Tom's house، how many bedrooms، كم عدد البيدرومز، غرف النوم في تومز هاوس، في منزل توم. لو خدنا بالنا كده في منزل توم قال عندي ايه، توم بيقول له there are only two bedrooms، فعنده ايه two bedrooms، فالاجابه هتكون there are two bedrooms، there are only two bedrooms. question number two، who shares the bedroom with Tom، who shares the bedroom with Tom، مين اللي بيشير البيدروم معاه. طبعا طبعا قال له for، طبعا هنا بيقول له one for my parents، غرفة من نوم للبرنس، and one for my brother، واحدة لماي براذر لأخي and me. يبقى السؤال بيقول لي who shares، مين اللي بيشارك البيدروم with Tom، مين مع توم، طبعا his brother أخيه. question number three، what's Tom's favorite room، what's Tom's favorite room and why. Tom's favorite room يا شباب قال لنا طبعا قال له the bedroom، طبعا لما سألنا جون بيقول له what's your favorite room، قال له the bedroom، يبقى توم's favorite room is the bedroom، هتكون الإجابة the bedroom. question number four، what's John's favorite room، what's John's favorite room. طب بالنسبة لجون، طبعا جون بيقول له my favorite room is the living room، يبقى ال favorite room، الحجرة المفضلة لجون هي الايه، ال living room، يبقى الإجابة نقول له the living room، the living room. دخل لجزئية التالية، السؤال التاني، your turn،
اخر جزئيه معانا بيقول لي تيل ا بارتنر اباوت يور هوم، اخبر زميلك عن الهوم. اتس مثلا اقول له اتس بيج اتس سمول، تمام. اتس بيج، ات هاز مثلا هقول له في كام غرفه، ات هاز 3 بيدرومز 2 باث رومز ليفنج روم. اوكي 3 بيدرومز و2 باث رومز وعندنا ليفنج روم 1 ليفنج روم. طيب ذير از يوجد او ذير ار، نوصف اي شيء موجود عندنا في الهوم. ذير از ا مودرن كيتشن، في يوجد مطبخ حديث. اكسرسايز بي، ديسكاس يور فيفورت روم، ناقش حجرتك المفضله. ماي فيفورت روم از، انت بتقولها مثلا از ذا بيدروم. ايه اللي يوجد فيها؟ ذير از او ذير ار، ذير از ا نايس فيو، فيها نايس فيو. ات هاز، ايش اللي موجود فيها؟ ا جريت ساوند سيستم، ا جريت ساوند سيستم. اكسرسايز 7 اباوت يو، عنك. واتس ان يور بيدروم، وات از ان يور بيدروم، ايه الاشياء الموجوده في البيدروم عندك؟ انت بتكتب الاشياء الموجوده، وليكن مثلا هنقول ذير از ا نايس فيو، في نايس فيو and a great sound system in my bedroom. What's under the bed? What's under the bed? What's under your bed? What's under your bed? ماذا تحت البيد؟ ماذا تحت السرير؟ My shoes are under the bed. My shoes are under the bed. كده شباب بنكون وصلنا لنهاية شرحنا النهاردة إن شاء الله. على لقاء وموعد مع عمل الجزء الأجزاء المتبقية من الوحدة الايه السادسة. ما ننساش نعمل لايك وشير للفيديو وتعليق مناسب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.